يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللي ما كانوش واقفين يقفوا اللي جنبي الدكتور اللي جنبي سبحان الله. طيب اول حاجه عندنا في النهارده أربعة. أول حاجة عندنا في النهضة إن إحنا لما نيجي نتكلم عن الأعصاب فبداية خليني أعرفك على الخلايا العصبية. الخلايا العصبية كلكم عارفينها كويس أوي 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 من أيام ما كنت في ثانوي أصلا. كانت خلية اقعدوا وقفوا بعد كده مع زمايلكم. كانت خلية شكلها عامل زي النجمة وكان جسم الخلية بيبقى في ناحية طالع منه الزوائد أو التفرعات الشجرية في الناحية التانية وطالع منه حاجة اسمها المحور في الناحية التانية. وما شاء الله الجماعة بتوع الهيستولوجي قالوا لكم أن جسم الخلية عند اللاتينيين اسمه سوما بينما التفرعات الشجرية اسمها دندرايت. أنا نفسي أفهم الناس بترغي ليه. بينما المحور اللي هو البروسس الطويل اللي لوحده ده بيبقى اسمه الأجل. كل ده كلام حضرتك عارفه أصلا مش جاني النهارده عشان أقوله لك. حتى لو ما كنتش عارفه فأنا بترجمك. جسم الخلية سومة تفرعات شجرية دندرايت بروسس طويل المحور أصبح اسمه الأكسون. لكن أنا أهم حاجة بالنسبة لي عايزك تشوف كويس السهمين دول. لازم تشوفهم كويس قوي ولازم تفهم وانت شايفهم أنا حتى هذه اللحظة مش عايز أقدم إثباتات على إني جد في كلامي والله بس أنا والله جد في كلامي. واضح إن في ناس هتصمم إن هي تثبت ده. السهمين دول بيقولوا إيه؟ السهم دوت بيقول أن الدندرايت لا ترسل الدندرايت فقط تستقبل. وعشان كده ربنا خلق دندرايتس كتيرة عشان يدي للعصب القدرة على المزيد من الاستقبال. Increase area of reception. أنا أقدر أستقبل إشارات كتير. والحقيقة إن أنا عايز أعلمك من النهاردة معلومة خطيرة جدا. مفيش حاجة في الجهاز العصبي اسمها كده. مفيش حاجة اسمها عصب بيدي عصب. هناك آلاف الأعصاب بتدي آلاف الأعصاب. أنت فاهم؟ أنت شايف دول كم؟ واحد اتنين تلاتة اربعة في اتنين بثمانية؟ لا لا ده هم مش كده. ده ساعات دول بيبقوا 10,000. انا مش بقول اي رقم والله. في المخيخ عصب بيستقبل من 10,000 عصب. ده مش هزار. التشابكات العصبية تشابكات مرعبة. معتمدة على ايه هذه التشابكات المرعبة؟ معتمدة على فكرة بسيطة جدا. ان العصب بيستقبل بالدندرايتس والدندرايتس بتاعته بتبقى كتير قوي ثم يرسل عبلة. يبقى لو حضرتك بتستقبل بيه ولو حضرتك هتبعت بمين. طب وفرضا ان انا مشيت كده ورحت للدندرايتس هبعت. خليك فاكر الجملة ديت عشان اخر يوم في النرف. قالوا لي طيب
وبعدين قاموا جايين الجماعه بتوع الهيستولوجي وقالوا لنا خدوا بالكم يا جماعه، بدايه الاكسون ونقطه التقائه بالسوما بيبقى اسمها الاكسون هيلوك. اسمها ايه؟ قالوا اه ما انا عارف، قالوا لي في الهيستولوجي. قالوا لي طب انت عارف ان اخر الاكسون بيتفلع ويبقى اسمه تيرمينال نبز او تيرمينال باتونز؟ قلت لهم اه ما انا عارف، كان عندنا في الفسيولوجي ان العصب في اخره بيتفلع وكل فرع بيروح لمصل فايبر والفروع ديت اسمها تيرمينال نبز. اسمها ايه؟ فاذا انا لغايه دلوقتي ما قلتلكش اي حاجه. طب خليني ازيدك من الشعر بيت واقولك ان لما عصب يقابل عصب فنقطة لقاؤهما اسمها ساينابس. اسمها ايه؟ ساينابس. اذا ما هي الساينابس؟ هي جنكشن بتوين تو نيورونز. ما هي الساينابس؟ جنكشن بتوين تو نيورونز. ما هي الساينابس؟ جنكشن بتوين تو نيورونز. وبيبقى في عصب جاي على الساينابس يعني قبلها اسمه بري ساينابتك. اسمه ايه؟ بري ساينابتك. والعصب اللي بعد الساينابس اكيد اسمه بوست ساينابتك. اسمه ايه؟ بوست ساينابتك. اذا ما هي الساينابس؟ ما هي الساينابس؟ العصب اللي جاي اسمه؟ العصب اللي جاي اسمه؟ العصب اللي هيخرج اسمه؟ مش فارق معايا قوي الكلام ده الحقيقة، ده أغلبه كلام هيستولوجي، لكن اللي هيفرق معايا قوي 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 إن إحنا قررنا نقسم الخلايا العصبية. دي آخر حاجة هنقولها النهاردة. قسمتوا الخلايا العصبية إزاي؟ النيورونز او الخلايا العصبية بتتقسم بثلاث طرق. اول طريقة ان احنا نقسمهم according to the function. تاني طريقة according to the myelination. وتالت واخر طريقة according to the diameter and the velocity. القطر والسرعة. وركز علشان خاطر ده كلام مهم. طبعا تقسيمات الخلايا العصبية اكتر من كده بكتير، بس احنا يا مهند عايزين الثلاث تقسيمات دول. دول اللي يهمونا في شغلنا. According to the function. فاحنا بداية كلكم عارفين ان احنا عندنا الجهاز العصبي المركزي. برين وحبل شوكي. قالوا لي خد بالك. لو انت بتكلمنا على عصب رايح الجهاز العصبي المركزي فده اسمه أفلت، اسمه التاني سنسوري، ده بيبقى عصب حسي. شغلته ايه دوت يا عم يوسف؟ قالك ده شغلته انه يجيب لك المعلومات من بره. يبقى لو العصب رايح جهازك العصبي يبقى اسمه ايه؟ أفلت. اسمه ايه؟ أفلت. اسمه ايه؟ أفلت. اسمه التاني سنسوري، ودوت هو اللي المسؤول عن انه يجيب لك المعلومات. وعشان كده بتبقى دايما في بدايته او نهايته بعدين تبقى تفهم حاجه اسمها ريسبتور. حاجه اسمها ايه؟ هو الريسبتور دوت اللي بيبدا يعرف المعلومه ويبعتها لك. يعني انت مثلا سامعني ازاي؟ في ودنك مستقبلات ريسبتور، بتسمع الصوت بتبعت لك الاشارات على عصب. العصب ده اسمه ايه يا احمد؟ افلت. العصب ده اسمه ايه؟ طالما رايح للسي ان اس بتاعك ينقل له معلومه يبقى عصب افلت او سنسور. انما لو كان العصب طالع من السي ان اس علشان يشغل عضله او غده او ايا كان فاسمه عصب افلت او موتس. اسمه ايه؟ بقى تاني لو حضرتك عندك عصب جاي لجهازك العصبي يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ او اسمه التاني؟ طب انت باعت عصب عشان تشغل حاجه يبقى العصب او موتر. اذا وجد عصب ما بين الاعصاب بيبقى اسمه انترنيورون. اسمه ايه؟ انترنيورون. واضح من اسمه بين الاعصاب. اسمه ايه؟ انترنيورون. اسمه ايه يا سعد؟ جماعة بتوع الهيستولوجي واحنا الحقيقة كنا لطاف خالص. يبقى عصب جايب لك معلومة افلنت، واخد منك اوامر افلنت، عصب ما بين الاعصاب انترنيورون. شكرا، سلام عليكم، خلصنا. طب على حسب المايلينيشن
فالناس الشطار في ثانوي يقول له دكتور انا حاسس ان انت عايز تتكلم على البتاع ده اللي اسمه الميالين شيث. وقالوا لي اذا كان الاكسون محاط بالميالين شيث فهذا عصب مايلينيتد، واذا لم يكن محاط فهو عصب المايلينيتد. قلت لهم فعلا، بس هو ايه الميالين شيث ده؟ قالوا لي بص يا سيدي، عارف انت الاكسون بتاعك ده؟ قلت لهم قالوا لي بيبقى فيه عليه ماده لايبوبروتين. ماده ايه؟ هذه المادة اللايبوبروتين هي مادة المايلين. سأول ما تسمع كلمة مايلين أنا عايزك ترد بكلمتين، واحد انزيوليتور، اتنين انتظار. أول ما حضرتك تسمع كلمة مايلين هترد عليها بكلمتين، أول كلمة ثاني كلمة واحد اثنين واحد اثنين انا بقول ميالين فانت تقول و ميالين يعني. انا قلت معاك بس انا ما اعرفش انت بتقول ايه اصلا. انزوليتور يعني مادة عازلة للكهرباء. كهرباء ايه؟ يعني مادة لا تسمح بحركة الأيونات. أيونات إيه؟ لا ما أنا لسه هبقى أحكي لك الحصة الجاية عندنا أيونات هتخش وتخرج، بس من دلوقتي أنا بقول لك الأيونات لا تتحرك عبر الميالين، لا تتحرك عبر الميالين. أنت سامعني؟ لا تتحرك عبر الميالين. ممكن يتحركوا لو ما فيش ميالين، بس لو في ميالين ما بيعرفوش بقى. الميالين بيقلل حركة الأيونات 5000 مرة، يعني من الآخر كده ما بيخليهاش تتحرك. وده معنى كلمة انزوليتور. معنى كلمة إيه؟ انزوليتور. هتفهم أكتر بعدين، بس معلش الميالين مادة؟ انزوليتور. بس على فكرة يا دكتور الميالين مش مغطي الأكسون كل، ما في حتت في النص هيت ما فيهاش ميالين، شايفها؟ دي اسمها عقد رانفيير. Nodes of Ranvier. اسمها ايه؟ Nodes of Ranvier. انا مش فاهم قوي بصراحة دكتورة، والله انا زيك بالظبط، بس لما اي حد بيقول لي ميالين انا بفتكر كلمتين، اولا كلمة وثانيا كلمة اذا هو مادة لن تسمح بحركة الايونات اللي انا مش فاهمها، وثانيا هو مادة متقطعة وليست متصلة. وبعدين قام جاي واحد كده اسامة قال لي خد بالك بقى يا دكتور ان فيها اعصاب انمايلينيتد. قلت له سهله اهي، ايه ده اكسون ما عليهوش مايلين؟ منطقيه جدا يعني، مايلينيتد عليه عليه ايه؟ مايلين. يبقى الانمايلينيتد سهله. بعدين قمت انا اسالهم هو مين اللي بيصنع الميالين؟ قالوا لي خلايا اسمها شوان سيلز. اسمها ايه يوسف؟ بص على البورد كويس، اطلع من تحت الارض كده وبص على البورد كويس. انا عايزك تشوف بعينك ان شوان مكتوبه عند العصب المايلينيتد والعصب اصل احنا بنسال احيانا هل شوان سيلز موجوده عند الاعصاب المايلينيتد؟ طبعا هم اللي صنعوا الميالين. هل موجودين عند الاعصاب الان مايلينيتد؟ قال ايه يا عم؟ هو في ميالين؟ لا مفيش ميالين. امال ايه لازمتهم؟ هو مين اللي قالك ان شوان سيلز ما بتعملش حاجه تانية؟ هي واحده من الفانكشنز بتاعتها انها تصنع ميالين، لكن انا موجود هنا بعمل حاجات تانية اصلا. حد فاهم اللي انا بقوله؟ ميالين يساوي ان شوان سيلز موجود، بينما عدم وجود الميالين يبقى شوان سيلز موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى كده كده شوان سيلز موجود. حد فاهم اللي انا بقول؟ اخر تقسيمه للخلايا العصبيه وهتعرف قيمتها برضه في سنه تانية وفقا للديامتر والفيلوسيتي، وخليها قاعده في حياتك. العصب الادخن اسرع. العصب الادخن اسرع. العصب الادخن اسرع. معلش كمان ورا والنبي، العصب الادخن اسرع. يبقى العصب الارفع اسرع.
يبقى العصب الالفا ابطا والادخن اسرع والالفا ابطا يبقى الابطا اسرع الكلام يبقى الابطا ارفع الابطا ارفع ايه ارفع طب والاسرع ادخن شايف الجدول اللي عندك في الورق؟ الجدول ده انا مش هقول فيه غير الكلمه دي والمفروض اروح بقى. الراجل ده يقول لي تروح فين يا عم؟ ده في خانات كتيره مكتوب. قلت له ما انا مش هقولها انت اللي هتقول. قال لي ازاي؟ قلت له انا كتبت ان العصب ايه؟ هو الفكس. اذا هو أسرع. اللي هي اسمها ايه بقى؟ أسرع. طب عند السي اكيد هكتب أسرع. أسرع. يبقى هكتب أسرع. ودوت أسرع. حد فهم حاجة؟ ادخل عصب أسرع. ايه؟ ادخل عصب ايه؟ يبقى أسرع عصب أسرع. ايه؟ يبقى أسرع عصب ايه؟ وأبطع عصب سي وألفع عصب سي بينما البي وسط وسط في كل حاجة. هنبقى نفهم إن شاء الله في الحصتين الجايين إن الأعصاب بتعمل كهرباء بصورة اسمها سبايك، يعني بتطلع وتنزل. ف بص على البولد السبايك اللي زمانها اقصر حاجه بتحصل معاه المعاصر ايه؟ بينما في حاله السي لانه عصب بطيء فالسبايك بتاعته طويله. الناس فاهمه؟ ايوه. يبقى انا من غير ما افهم السبايك اكيد الكهرباء هنا بتحصل بسرعه وتخلص بسرعه، عشان كده بتتنقل بسرعه. تمام؟ فيجي بقى يوسف يسألني يا دكتور الكلام اللي انت قلته ككلمات موجود في الجدول كأرقام احفظها ولا ما احفظهاش؟ وانا اجابتي كالتالي، انا شخصيا مش شاطر لدرجة حفظ الارقام. حد فهم حاجة؟ يعني غالبا ما بتتسألش على الأرقام، بس غالبا دي ليست معلومة مؤكدة، جايز تتسأل. فلو أنا واد شاطر ودماغي إني عايز أقفل كل الأسئلة وأقفل كل الاحتمالات أحفظ الأرقام. طب أنا راجل على قد حالي وعارف ان انا على قد حالي وبمشي الدنيا، كفايه اني اعرف ان العصب الادخن اسرع. سلام عليكم. لا لسه ما خلصت. العصبين دول مايليتد. العصبين الاي والبي ماجنيت. نعم يا معلم. يبقى مين الماجنيت؟ ايه ولا بي ولا سي؟ بينما سي. في اخر موديول هتعرف ان في اعصاب اسمها بري جانجليونيك واعصاب اسمها بوست جانجليونيك. معلش انا مش قادر افهمهم لك دلوقتي لانهم في اخر الموديول، بس البري جانجليونيك نوعهم بي والبوست جانجليونيك نوعهم سي. اخر معلومه علشان تمشي ورينا ذكائك النادر. الفا بيتا جاما دلتا. حد فاهم ان الترتيب برضو كده؟
مين اسرع عصب في جسمك؟ عصب الاي اي اسمه ايه؟ اي اي. طب مين ابطا عصب في جسمك؟ سي 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 يا ابني التقسيمه دي في الايه بس؟ ايه انت والله؟ قص عصب في جسمك هو؟ ايه قطع عصب في جسمك هو؟ ايه ايه انت والله؟ قطع عصب في جسمك هو؟ ايه لان الاي دلتا ما زال ايه يعني معنى كده انه قص قص حد فاهم حاجه؟ اه ما تتلخبطش بقى وده غالبا ما تتسالش عليه برضه الموديول ده غالبا في سنه تانية بس من دلوقتي الاعصاب العصب الادخن هو العصب الاسرع اسرع وادخن عصب في جسمك هو اللي نوعه وبعدين يليه يليه وبعدين ابطا عصب في جسمك هو عشان هو الفا عصب في جسم حضرتك الاعصاب اللي عليها ميالين هم هم مين والاعصاب اللي ما عليهاش ميالين هي قبل ما تمشي عايز اسالكم سؤال الورق المترجم بتاع الانترودكشن فرق حاجة؟ اه ايه ده فعلا والله؟ اه لا فرق ديسكس ديسكس انا شايف الناس واقفة ما عارفش ليه الحقيقة اقعد ديسكس اوزموزس يلا بس لا قليل عايزين ولا اوفر عشان دلوقتي في ووتش واجي خليكم المكان بتاع اخر مره طيب اه اطلع لك عيب يا دكتور عيب يا دكتور ما تسخرناش بقى يا دكتور هات وريله واجب كنت بتكتب اخر مره وراه عشان كده اسكت اسكت كاتب ولا مش كاتب؟ كاتب هل هو بيقول لك يا عم بس مالك انت بقى ورايا اجباري؟ ادينا من زمان ذاكر منك كان الاهم ان في اعصاب مايلينيتد عليها ماده ايه ماده قلنا اول ما نسمع كلمه مايلين نقول كلمتين واحد انسولين واحد اثنين انطلاق يبقى واحد اثنين قلت لكم ساعتها يا اولاد انسولين يعني لا يسمع بحركه الايونات وما كناش عارفين يعني ايه حركه الايونات وانطلاق يعني في نقط في النص ما فيهاش ميالين حد فاكر كان اسمها ايه كان اسمها ايه انا بسال والمفروض اسالكم واحد واحد بس انا بسال سؤال جماعي النهارده النودز اسمها نودز اوف ذامبير اسمها ايه اسمع عدل وبعدين قلت لكم بعد كده ان اخر تقسيمه اكوردنج تو ذا دايامتر اند فيلوسيتي وقلنا العصب الادخن اسرع وادخن واسرع عصب هو لنوعه بينما الفع وافضع عصب هو لنوعه تمام ومشينا وكنا كده عم سعد خلصنا الجزء اللي هو الانترودكشن بتاعة النرف يبقى انت خلصت الانترودكشن وخلصت الانترودكشن بتاعة النرف وبدأنا الجد النهاردة ان شاء الله بداية من النهاردة زي ما قلت لك في الحصة اللي فاتت النرف شابتر يا هتفهم يا مش هتفهم ولو ما فهمتش يبقى قابلني ده بجد مفيش هزار وهتشوف حالك ولو انت فاهم هتلاقي ان النرف دوت اسهل بكتير من اي حاجه تانيه ممكن تقابلك في الحياه يعني فخلونا كده نبدا مع بعض احكي لحضراتكم حكايه النرف وبدايه يا دكتوره احنا في النرف وفي المصل وفي كل الانسجه الحيه عندنا خاصية اسمها اكسايتابيليتي اسمها ايه؟ اكسايتابيليتي يعني ايه اكسايتابيليتي؟ لهوات الترجمة احب اقول لهم الاكسايتابيليتي يعني القابلية للاستثارة الاكسايتابيليتي يعني ايه؟ قابلية للاستثارة اللي هي باللغة الانجليزية ability to respond to stimulus ايه؟ ability to respond to stimulus ما معنى ان حضرتك عندك اكسايتابيليتي؟ يعني حضرتك بتستجيب للاستيمولاي يعني ايه بستجيب للاستيمولاي قالك اولا دي خاصيه في كل الكائنات الحيه كل الكائنات الحيه وانت اكيد كائن حي فلو جالك استيمولس هتستجيب يعني انت اسمك ايه محمد فانا لو قلت لمحمد يا محمد يا هيقول لي نعم
يا هيبص لي يا هيسمعني ويطنش. المهم ان في الاخر هيبقى فيه استجابه. هيبقى فيه ايه؟ استجابه. اذا محمد كائن حي اكسايتابل. محمد ايه؟ اكسايتابل. كائن حي واكسايتابل. حد فاهم اللي انا عايز اقوله؟ كل الخلايا الحيه يا اولاد عندها الخاصيه دي اللي اسمها ايه الخاصيه دي؟ اكسايتابيلتي. طب معلش انا عايز اكتب يا يوسف كلمه اكسايتابيلتي، ممكن حد يمليني ما هي الاكسايتابيلتي؟ ability ability to respond to stimulus. يعني لما حضرتك يجي لك ستيمولس حضرتك هتعمل رياكشن، رد فعل او ريسبونس ايا كان بقى، ده الناتج ده. بس هو الاول يعني ايه ستيمولس؟ قال لك الستيمولس ديت هي تشينج ان ذا انفايرمنت، اي تغير في البيئه اللي حوالينا يعتبر ستيمولس. وافهم الكلام ده كويس. يعني مثلا هيبقى في حاله بيئه من السكون وفجأة صوتي جه، انت سمعت، يبقى صوتي ده ايه؟ سيمولس. حد فاهم؟ آه. الدنيا المفروض انها ضلمه، ثم بيجي لحضرتك ضوء، يبقى الضوء ده ايه؟ سيمولس. والراجل دوت مفيش حاجه لمساه، قمت انا مخبط عليه كده، يبقى دوت تغير في ان مفيش حاجه لمساه، يبقى الخبطه دي سيمولس. ما هي الستيمولس؟ هي تشينج ان انفايرمنت. ما هي الستيمولس نقطة اللي بدأت تسرح؟ ما هي الستيمولس؟ وطالما أن هناك ستيمولس إذا سيكون هناك رياكشن أو ريسبونس، وهو دوت معنى كلمة. يبقى ما هي الإكسايتابيلتي؟ حد فاهم اللي أنا بقوله؟ طيب ده المعنى العام لكلمة إكسايتابيلتي. لكن إحنا يا دكتور في شغلنا على النرف، احنا بنشتغل على النيرف والمسلز لانهم اكتر اثنين تيشوز اكسايتابل. النيرف والمسل اكتر نسيجين اكسايتابل، وهنشوف ده بعد شويه. لكن احنا في المعامل لما بنحب نشتغل على النيرف، ودي معلومه مش مهمه قوي، فممكن نستخدم ستيمولاي ميكانيكال او ثيرمال او كيميكال او الكتريكال. يعني لو انت عايز تدرس خصائص العصب بتعمل ايه؟ بتقوم جاي على العصب ممكن تخبطه خبط، العصب هيستجيب. ما احنا قلنا اي تغير هيعمل استجابه. ممكن تسخن العصب، ممكن تحط عليه ماده كيميائيه، ممكن تكهرب العصب. عارفين احنا بنستخدم مين في تجاربنا؟ بنستخدم الكهرباء. ليه بتستخدموا الكهرباء في تجاربكم يا دكتور؟ لان الكهرباء شبه اللي في جسمنا. ايه ده؟ هو احنا في جسمنا هيبقى فيه كهرباء؟ اوه انا لسه احكي لك بقى. بس احنا بنستخدم في التجارب الكهرباء لانها شبه الاستيمولاي اللي في الجسم، ولان الكهرباء ما بتبوظش الانسجه، ولان الكهرباء يمكن التحكم فيها، ولان الكهرباء يمكن قياسها. بيني وبينك ما بنسالش على الكلام ده، بس انا عايز اقوله لك عشان ما تطلعيش تقولي لي ايه دكتور فوزي ما قالش الحته دي. في التجارب احنا بنعمل ايه؟ بنستخدم الالكتريكال ستيمولاي. اشمعنى الالكتريكال ستيمولاي يا دكتوره؟ واحد، علشان خاطر سيميلر تو ستيمولاي ان ذا بودي. اثنين، ليفز ذا تيشو اندامجد، بتسيب النسيج من غير ما تبوظه. ثلاثه، ايزلي ميجرد، يمكن قياسها. اربعه، ايزلي كنترولد. سلام عليكم، واباره الكلام ده بعدين. انا عايز ارجع تاني للكلمه دي. ايه الكلمة دي؟ excitability. ايه الكلمة دي؟ excitability. وما هي الاكسايتابيلتي؟ الابيليتي. ما هي الاكسايتابيلتي؟ الابيليتي. وما هي الاستيمولس؟ changing environment. ما هي الاستيمولس؟ changing environment. فقال الراجل دوت سألني، قال يا دكتور يعني أي استيمولس بتعمل ريسبونس؟ قلت له والله مش دايما. هو احنا هنلعب في الكلام ده، بس أنا النهاردة عايز اثبت في دماغك بعض المواضيع. Factors affecting effectiveness of stimulus. العوامل المؤثرة في كفاءة الستيمولس. انت احمد صح؟ فاحنا هنتخيل ان احمد ده هو النسيج الحي، وانا عايز احصل منه على استجابة انه يصحى، اصل هو نايم. احمد ماله الفضل؟ نايم. وانا عايز احصل منه على استجابه انه يصحى. انت معايا يا مرسي ولا بدات تصحى؟ فانا رحت عند احمد
هعمل له ستيميوليشن دلوقتي اساعده، عايز اصحيه انا. فابدا اقول له ايه؟ كده احمد يصحى؟ مستحيل. طيب ما الستيميولس الضعيفه ما تعملش استجابه. احمد ايوه كده ممكن يصحى صح؟ يبقى اول عامل لابد من توافده في الاستيميولس هو ان تكون قوية صح؟ يا عم ده كلام بديهي ومنطقي. الفاكتور الاول هو الاسترينث، القوه اللي انت ممكن تقول عليها يا سعود الانتنسيتي الشده. تاني اول عامل علشان احصل على استجابه لابد ان يتوافر في الاستيميولس هو ايه؟ قوه. خد بالك يا سعد. احمد ايوه هنا ممكن يستجيب. اقل من كده؟ طب اكتر من كده؟ يستجيب طبعا. يبقى هناك حد ادنى من القوه لحصول الاستجابه صح؟ هذا الحد الادنى من القوه لحصول الاستجابه اسمه ثريشولد. اسمه ايه؟ ثريشولد. اسمه ايه؟ ثريشولد. طيب ركز عشان الكلام ده مهم والله. يعني ايه ثريشولد بالعربي؟ انا لسه قايل لك الحد الادنى من القوه اللازم لحصول الاستجابه. ممكن تقولها لي بالعربي؟ مع اللي مش هيقول هنخسر بعض. يعني ايه ثريشولد بالعربي؟ الحد الادنى من القوه. يا جدعان انا بجد يعني انا بتضايق اما اقول للناس قولوا ما حدش يقول. هنقعد كده في الثريشولد لبكره. ايه هي الثريشولد؟ الحد الادنى من القوه. ممكن نقولها بالانجليزي؟ لا 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 ارجوك العربي حلو. ما انا عارف ان العربي حلو بس صدقني الانجليزي بعد شويه هيبقى اسهل. بعدين ما تصعبش الدنيا على نفسك. الحد الادنى من القوه اللازم لحصول الاستجابه minimal intensity of stimulus needed to produce response. الحد الادنى من القوه لازم لحصول الاستجابه minimal intensity of stimulus needed to produce response. تاني يعني ايه threshold؟ minimal intensity of stimulus needed to produce response. كمان مرة. ممكن كل الناس تسيب الورق. عايز تبص عليه من وقت لتاني بص عليه. لكن حتى لو الديفينيشنز اختلفت احفظ اللي انا بقوله. ايه هو الثريشولد؟ minimal intensity of stimulus needed to produce response. كمان مرة. minimal اخر مال minimal intensity of stimulus needed to produce response. طب لو انا اقل من threshold يعني اسمي sub threshold اعمل استجابه؟ هبقى اقول لك بعدين. انما احنا اتفقنا ان threshold هي minimal intensity of stimulus needed to produce response. رحت عند احمد تاني وبعدين عايز اصحيه فلازم اعمل ثريشولد صح؟ قمت رايح عند احمد وبدات استخدم الثريشولد على طول. احمد ما صحيش فاضطريت اعمل ايه؟ احمد قام صحي. حد فاهم انا محتاج ايه؟ محتاج زمن. يبقى العمليه مش القوه بس، لازم مع القوة يتوافر. يبقى الفاكتور الأول هو والفاكتور الثاني اسمه ديوريشن. مهما كانت قوتك لابد أن تتواجد لزمن ما. طب أسأل الناس الأذكياء إن وجدوا سؤالا. تفتكروا أحمد يصحى وأنا بقول له أحمد أسرع وانا لو دخلت عليه قلت له احمد كلما زادت القوه
يبقى علاقة الاسترينث بالديوريشن علاقة منطقية جدا الحكاية. يا عم اقول حاجة اصعب. طب هقول لك حاجة يعني هشوف اصعب ولا مش اصعب. اي ستيمولس مهما كانت قوتها محتاجة؟ فقالوا لي خد بالك لو انت ثريشولد هتحتاج زمن اسمه يوتيلايزيشن تايم. اسمه ايه؟ يوتيلايزيشن تايم. يبقى لو انت ثريشولد محتاج زمن اسمه ايه؟ يوتيلايزيشن تايم. حد يقدر يعرف اليوتيلايزيشن تايم بالعربي؟ اعرف انا. الزمن الذي تحتاجه ثريشولد ستيمولس لحدوث الاستجابه. حد يقدر يعرفه بالعربي؟ الزمن الذي تحتاج ثريشولد ستيمولس لحدوث الاستجابه. حد يقدر يعرفها بالانجليزي؟ لا لا. Times needed by threshold stimulus to produce response. إيه utilization time؟ Time needed by threshold stimulus. مين نقف؟ إحنا لسه في أول الحصة ونقف كتير. إيه هو utilization time؟ Time needed. يا ابني سيبني الورق. إيه هو utilization time؟ Time needed by threshold stimulus to produce response. تاني ايه هو utilization time؟ time needed by كمان مرة ايه هو utilization time؟ طب انا هخلي الثريشولد تبقى الضعف هحتاج زمن اكتر ولا اقل؟ قالوا لي لو خليت الثريشولد الضعف فهتحتاج زمن اسمه كرونكسي. اسمه ايه؟ اسأل يوسف عشان ده سؤال صعب. تعرف يا يوسف تعرف الكرونكسي بالعربي؟ الزمن الذي تحتاجه ضعف الثريشولد ستيمولس لحدوث ريسبونس بالعربي. حد يعرف ولا بالانجليزي؟ time needed by topic threshold stimulus to produce response. ما هي الكرونكسي؟ time needed by topic threshold stimulus. كمان مرة time needed by topic threshold stimulus. كمان مرة الكونكسي إذا شوف انت قلتها كم مرة هيجيلك في الامتحان ان الكونكسي is double threshold stimulus. طب هتشوف ان في ناس هتعملها صح. بوكا فكرك اما يقولك الكونكسي هي ضعف threshold stimulus غلط. الكونكسي مش هي ضعف threshold. الكونكسي هي الوقت اللي محتاجاه ضعف threshold. شوف انا عمال ازعق فيها ازاي. بكره تشوف. وانا بشرح ايه؟ بشرح ايه؟ لا 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 اليوم لسه طويل. صح صح كده انا بشرح ايه؟ وانا عندي الاكسايتابيلتي عرفتها بانها يعني ستيمولس. طب اي ستيمولس بتعمل استجابه ولا لازم فاكتورز؟ اول فاكتور هو ثاني فاكتور هو الستيمولس او الانتنسيتي الحد الادنى اسمه. طب حد فاكر ايه تعريف الثريشولد؟ مينيمم انتنسيتي اوف ستيمولس نيد تو بروديوس ريسبونس. طب والديوريشن لو انا ثريشولد احتاج زمن اسمه؟ اسمه ايه؟ طب حد يقدر يعرف اليوتيلايزيشن تايم؟ تايم نيدد باي ثريشولد ستيمولس تو بروديوس ريسبونس. طب ولو انا ضعف ثريشولد احتاج زمن اسمه؟ حد يقدر يعرف الكونكسي؟ تايم نيدد باي دبل ثريشولد ستيمولس تو بروديوس ريسبونس. كلام سهل ولا صعب؟ طب انا هصعبه. خلاص طالما انتوا حيتان اصعب الكلام. ثريشولد ستيمولس ديت اسمها التاني رايوبيز. اسمها التاني ايه؟ رايوبيز. اسمها التاني ايه؟ رايوبيز. حد يقدر يعرف الرايوبيز؟ تايم ايه الرايوبيز؟ مينيمال انتنسيتي اوف ستيمولس
needed to produce response. طلعتش صعب. طب انا هصعب بقى. حد يقدر يعرف اليوتيلايزيشن تايم باستخدام كلمة سيويز؟ تاني الصح. حد فاهم؟ مين قال لا عشان اقتل واخلص منه؟ يلا بس قول ما تخافش، هقتلك وما تخافش والله. طب يا دكتور، يعني لو انا عملت ستيمولس ثيرست وقعدتها يوتيلايزيشن تايم كده العصب هيستجيب؟ احتمال. احتمال لا، على حسب الريت اوف رايز اوف انتنسيتي. يعني هل حضرتك بترفع الشده بسرعه ولا ببطء؟ انا هروح لاحمد تاني واحاول اصحيه. لو انا دخلت على احمد ووصلت الثريشولد بسرعه، احمد هيصل. لو دخلت جنب احمد انا هوصل للثريشولد دول. احمد عارفين هو مصيش ليه؟ انا وصلت للثريشولد وقعدت الليترايزيشن تايم، بس احمد تكيف على الاستيميولس. لو رفعت شده الاستيميولس بالراحه قوي بيحصل حاجه اسمها الاكوموديشن. حاجه اسمها ايه؟ اكوموديشن. يبقى في كام شرط لابد من توافره في الاستيميولس عشان تحصل على الاستجابه؟ ثلاثه. واحد على الاقل تكون اثنين، ولو انت الثريشولد تحتاج زمن، ولو انت ضعف الثريشولد تحتاج زمن، وحتى لو انت الثريشولد وهتقعد يوتيلايزيشن تايم لازم يكون في شرط ثالث اسمه ريت اوف رايز اوف انتنسيتي. اسمه ايه؟ لازم الاستيميولس قوتها تترفع بسرعه، اصلها لو اترفعت ببطء بيحصل حاجه اسمها اكوموديشن. حاجه اسمها ايه؟ اكوموديشن. لكل سرحان حاجه اسمها ايه؟ اكوموديشن. قلت لهم طيب طالما الموضوع سهل كده ما تيجوا نعمل كده. فبدا الطلبه تتزعش. هو الطالب اول ما يسمع كلمه كلب يتسحش بعيد عنه. قلت له طب بالراحه بس، انت عارف احنا هنعمل كلب من ايه وايه؟ قال لي لا. قلت له هنعمل كلب ما بين السترينث والديوريشن. انا هسالك الاول، علاقه طرديه ولا عكسيه؟ طيب اهو بس خلصت. خلصت ايه؟ قال لك كل ما قوه الاستيمولس بتزيد كل ما تحتاج ديوريشن، وكل ما الاستيمولس انتنسيتي بتقل تحتاج ديوريشن. طب حد واخد باله ان هناك حد ادنى ما ينفعش انزل عنه؟ اصل لو نزلت عن كده مش هيبقى في استجابه اصلا. يبقى الحته دي اسمها ايه؟ يبقى هذا الارتفاع هو الحد الادنى من الشده. معايا؟ طب حد عارف الزمن ده اسمه ايه؟ اسمه ايه الزمن ده؟ بص على الكلب ما تخافش، دي علاقه ما بين قوه الاستيمولس والزمن الذي تحتاجه. قلنا ان العلاقه العكسيه، كل ما الاستيمولس تبقى اقوى تحتاج زمن اقل، وكل ما الاستيمولس تبقى اقل تحتاج زمن اطول. ولو الاستيمولس بتاعتك قوتها ثريشولد تحتاج زمن اسمه ايه؟ طب لو الاستيمولس بتاعتك قوتها اتنين ثريشولد تحتاج زمن اسمه؟ حد فاهم حاجه؟ مين مش فاهم؟ مش فاهم كده. اقوله لك تاني. حاضر. احنا بنعمل العلاقه ما بين الزمن والشده، وطبيعي ان كل ما الشده تقل تحتاج زمن اكتر. بس خد بالك ان في شده ما ينفعش تقل عنها بقى. ليه؟ اقل من كده ما فيش استجابه اصلا. الشده دي اسمها ايه؟ ثريشولد. طب ولو انت شدتك ثريشولد يبقى في هذه الحاله محتاج زمن اسمه ايه؟ يوتيلايزيشن تايم. طب لو انت خليت الشده ثريشولد الضعف يعني دبل ثريشولد هتحتاجي زمن اسمه ايه الزمن؟
الكرونكس اسمه ايه؟ يبقى ده الزمن اللي اسمه ايه؟ كرونكس اللي محتاجاه انه شده دبل ثرست وده الزمن اللي اسمه ايه؟ نيوترايزيشن تايم اللي محتاجاه الشده اللي اسمها ثرست تمام؟ اخر حاجه ان الكرونكسي هي معيار الاكسايتابيلتي. يعني ايه الكرونكسي هي معيار الاكسايتابيلتي؟ يعني احنا لما نيجي نعبر عن الاعصاب ونشوف مين اسرع في استجابته بنتكلم عن الكرونكسي. يعني لو انا قلت لك ان عندي عصب الكرونكسي بتاعه 2 ملي سكند وعصب تاني الكرونكسي بتاعته 3 ملي سكند مين الاكسايتابيلتي بتاعته اعلى؟ الاثنين. ليه؟ ان واضح ان دوت بيستجيب اسرع. بيستجيب ايه؟ اذا كلما كانت الكرونكسي اقل كان معنى ذلك ان الاكسايتابيلتي اعلى. حد مش فاهم اللي بقوله؟ ايوه بدو جاي لك تمام؟ ايوه تعالي السؤال يعني اصلا لا مش هتتغير هي ممكن انا فاهم انت عايز توصل ليه المفروض ان انا من الاول عارف الثريشولد دي ثابته تمام اللي انت عايز تعمله ان انت عايز توصل للسوبر ثريشولد عشان العصب يستجيب برضه انا ماليش دعوه بده انا بقول لو انت وصلت للثريشولد جرادوالي لن يستجيب العصب ان الثريشولد المفروض ان على كل عصب رقم ثابت تمام لو غيرت الموضوع هيبقى انت محتاج السوبر ثريشولد لو نزلت بس يا احمد عشان انت كده هتلخبطنا كلنا فاهم نفس النقطة؟ الاكسايتابيلتي بتتقاس بايه؟ الاكسايتابيلتي بتتقاس بالكرونكسي. هو ايه الكرونكسي؟ انجز الكرونكسي هي دبل فيرشوال ستيمولس. الكرونكسي ايه؟ الكرونكسي هي؟ الكرونكسي هي؟ طيب by double stimulus to produce response. الكرونكسي كلما كانت اقصر كان معنى ذلك ان العصب يستجيب اسرع يبقى استجابته اعلى. اذا الكرونكسي هي الميجر اوف اكسايتابيلتي. صور الكيرف دوت علشان الالوان لو عايز طبعا تصور بودي كلها صور لا دي سب ثريشولد اللي هي الثريشولد اللي الستيمولس الاضعف من الثريشولد هل بتعمل استجابه ولا ما بتعملش؟ المفروض ما بتعملش المفروض صح؟ هقول لك بعد الخميس ان شاء الله لو ربنا ادانا العافيه. طيب ايه؟ مش كل حاجه بالنسبه لنا بتبقى واضحة في اتفاقات علمية. يعني مثلا حالا انا اقول لك على اتفاق معين اتفقوا له علماء تمام؟ ما بقاش بقى كل يوم انت عايز تشوفي من الناحية دي وانا عايز اشوف من الناحية دي. خلاص احنا اتفقنا على ان هي ديت الميزرز اللي هنشتغل بيها. وهو ديك حاجة حالا تاني لنفس السؤال يعني. طيب. افكرك تاني ان هذه الاكسايتابيلتي ركز قوي بقى في اللي جاي لانه هيفرق معاك فيما يتبقى من حياتك في الفسيولوجي والله. الاكسايتابيلتي هي الابيليتي تو ريسبوند تو ستيمولس. لكن خليني افكرك تاني يا بدر ان احنا بنتكلم في الاعصاب وبندرس تحديدا الاكسايتابيلتي في الاعصاب. فاستجابه العصب هو يعني ايه اكسايتابيلتي؟ ابيليتي تو ريسبوند تو ستيمولس. فالاستجابه عند الاعصاب بان كهربتها تتغير. اسمعني كويس يا سعد. الاستجابه في العصب ان الكهرباء بتاعته تتغير. فقبل ما تفكر هي الكهرباء هتتغير ازاي انت المفروض تسالني سؤال. معنى انها هتتغير انها موجوده. معنى ان في كهرباء هتتغير ان اصلا كان فيه. صح؟ حد فاهم؟ ازاي يعني احنا الخلايا بتاعتنا العصبية وخلافها فيها كهرباء؟ الإجابة إيه؟
ويمكن احنا قلنا كلمة صغيرة عن الكلام دوت في المصل، تعالى بقى ما نحكيها من اولها خالص، وهي ما يسمى الممبرين بوتنشال. ما يسمى ايه؟ كلمة بوتنشال يعني فرق جهد كهرباء. فكلمة ممبرين بوتنشال يعني فرق الجهد الكهربي عند الغشاء. ايه بقى حكاية فرق الجهد الكهربي عند الغشاء ديت؟ انا عايز اقول لكم ان انا لو جبت اي سيل ممبرين وحطيت الكترود بره والكترود تاني جوه ووصلتهم بفولتميتر، الفولتميتر ده بتاع فرق الجهد الكهربي، فالفولتميتر هيقول الدنيا يا اولاد جوه سالبه وبره موجبه. دايما الشحنات السالبه اكتر جوه الخليه والشحنات الموجبه اكتر بره الخليه. هو دوت ما يسمى ممبرين بوتنشال. هو دوت ما يسمى ايه؟ هو ده ما يسمى ايه؟ اذا ما هو الممبرين بوتنشال؟ هو فرق الشحنات ما بين جوه الخليه او جوه الممبرين وبره الممبرين، صح؟ حد مش فاهم؟ اقول لك تاني، يعني ايه ممبرين بوتنشال؟ يعني في فرق في الشحنات الكهربيه بين جوه الممبرين وبره الممبرين. اعرفها ازاي ديت؟ بوتنشال ديفرنس، فرق الكهرباء between inside and outside the membrane. ما هو الممبرين بوتنشال؟ potential difference between inside and outside. ما هو الممبرين بوتنشال؟ كمان مرة. معلش كمان مرة. فالدكتورة دي عايزة تقول لي الكلام ده موجود من غير ما يحصل حاجة؟ قلت لها أي. قالت لي يعني موجود at rest. قلت لها ايوه. قالت لي طب سميه الريستنج ممبرين بوتنشال. سميه ريستنج ممبرين. اذا ما هو الريستنج ممبرين بوتنشال؟ الريستنج ممبرين بوتنشال هو البوتنشال ديفرنس بتوين انسايد اند اوتسايد الممبرين ات ريست. ما هو الريستنج ممبرين بوتنشال؟ اسمع كمان مره. اسمع كمان مرة عشان ما نوقفش. حضرك بقك معاهم عشان ما نوقفش كلنا. الراجل ده ما قالش، هنقول تاني. ها ايه هو الريستنج ممبرين بوتنشال؟ الدكتورة ديت والراجل اللي جنب الحيطة ما قالوش، فهنقول تاني. ايه هو الريستنج ممبرين بوتنشال؟ حد مش فاهم؟ نعم. انت محبط. ان في فرق شحنات ما بين جوه الممبرين وبره الممبرين at rest، ده اسمه كهربة الممبرين، تمام؟ اسمها كهربة الأحد. فأنا سؤالي دلوقتي، بس قبل ما أقول لك سؤالي، الراجل ده عايز يقول لي يعني الكلام ده في كل الخلايا؟ قلت له بس في الأعصاب الكبيرة large nerves بيكون سالب 90 وزيها العضلات. ناس الشطرة قوي قوي قوي، مش انتوا يعني؟ يقول العضلات السكيليتال. اصل مين اللي بيقول دوت كويس؟ اصل السموس يا دكتور كان سالب 50 الى سالب 60، برافو. بس الاعصاب الكبيره والعضلات السكيليتال سالب 90. الاعصاب المتوسطه سالب 70. الاعصاب الصغيره اسف، الخلايا زي الاربيسيز والابيثيليوم بتبقى سالب 20 الى سالب 40. عايز اقول لك معلومه ردا على سؤال الدكتوره اللي فات. هل ينفع وانت بتعرف الريستنج ممبرين بوتنشال تقول ان بوتنشال ديفرنس بتوين اوتسايد ذا ممبرين اند انسايد ذا ممبرين ات ريست؟ لا لا. ليه؟ ما هو نفس الرقم، بس ساعتها هتشوف الرقم بالموجب. حد فاهم حاجه؟
انت لما تبص من جوه لبره هتشوف الدنيا فاهم؟ طب لو بصيت من بره لجوه هتشوف الدنيا. طب احنا اتفقنا ان الارقام كام؟ سالب 90 سالب 70 سالب 20، يبقى احنا دايما باصين منين؟ يبقى العالم بيقول ان انا ممكن ابص من بره لجوه، بس احنا ما بنعملش كده خلاص. وما بقاش من حقك عشان ما تجيش بس في الامتحان تقولوا ايه يعني هو الناس دي بتعمل كده ليه، اللي العلماء اتفقوا عليه ومشوا عليه ما بقاش من حقك انت ترجع تلعب فيه. يعني ما ينفعش سعد يصحى الصبح يقول انا قررت اقول الريستنج ممبرين بوتنشال والبوتنشال ديفرنس بين اوتسايد اند انسايد الممبرين وهو موجب 90، مش من حقه خلاص، وده اللي انتهت. تمام، منطقيا تمشي ولكن فعليا لا. حد فاهم؟ عشان ما ترجعش تقول على بتوع الفسيولوجي اصلهم دمهم تقيل ونقصوني في الامتحان وانا كنت مجاوب صح. مش كل حاجه انت فاهمها وتمشي بالعقل هنقبلها منك في العلم خلاص، في حاجات ستل. بس بيني وبينكو مش ده السؤال، انا لو مكان الراجل ده يبقى عندي سؤال تاني خالص. الكلام ده حصل ازاي اصلا؟ يعني انت بتقول ان الدنيا جوه سن وبره موجب، ازاي ده حصل؟ ما اسباب الريستنج ممبرين بوتنشال؟ فقال لك اول سبب للريستنج ممبرين بوتنشال وافهم كويس قوي اسمه السيلكتيف بيرميابيليتي. اسمه ايه؟ يعني ايه بقى سيلكتيف بيرميابيليتي؟ اه ما انا فاهم، انا فزاخ. يعني ايه بقى النفاذيه الاختياريه؟ يعني الممرين في لحظه خرافيه عمرها ما حصلت. عديها يا دكتور. كان مفيش كهرباء وكان الصوديوم الموجب بره كتير، انت عارف المعلومه دي، والبوتاسيوم الموجب جوه كتير. فوفقا للي انت فهمته في الانترودكشن الصوديوم عايز والبوتاسيوم عايز، ولو ده دخل وده خرج مش هيحصل حاجه. ليه مش هيحصل حاجه؟ لان ده موجب داخل ده موجب. بس الحقيقه الممبرين بيحب البوتاسيوم. الممبرين بيحب مين؟ فالممبرين يفضل خروج البوتاسيوم اكتر من دخول الصوديوم 100 مره. يعني قال لك يعني تخش واحده بس صوديوم يطلع 100 بوتاسيوم، تخش شحنه موجبه يطلع بره 100 شحنه موجبه، فتصبح الدنيا بره. وعشان احنا فقدنا الموجب بتاعنا بقت الدنيا جوه. حد فاهم حاجه؟ السبب الرئيسي للريستنج ممبرين بوتنشال اسمه سيلكتيف بيرميابيليتي. يعني ايه سيلكتيف بيرميابيليتي؟ تقول لي يا دكتور بدايه الصوديوم عايز يدخل والبوتاسيوم عايز يخرج. اقول لك وماله؟ تقول لي لا الممبرين ما بيحبش الصوديوم. الممبرين بيحب مين؟ فساب البوتاسيوم يخرج وخلى الصوديوم اللي بيدخل قليل قوي. فالصوديوم الموجب اللي بيخش قليل والبوتاسيوم الموجب اللي بيخرج كتير. تخش شحنه موجبه ويطلع 100 شحنه موجبه. اصبحت الدنيا بره موجب واصبحت الدنيا جوه. مالك ليه بتبص للشيء؟ اصل هو لو بيحبوا ليه خلاه بره؟ ليه؟ عادي. يعني هو سؤال منطقي. في حاجه في الدنيا اسمها كونكريت ثينكينج. عارف الكونكريت ثينكينج ده؟ يعني التفكير الخرساني. يعني هو اللي ما بيحاولش يفهم ما وراء المعلومه. اللي تقول له ايه؟ ده الجيم دوت فيه عيال وحوش. فيفتكر ان العيال عامله كده. قالوا حوش على العامة كده بس. اما اقول الممبرين بيحب البوتاسيوم يعني حبيبي يا بوتاسيوم جميلة. لسه هكمل لسه. يعني ايه الممبرين بيحب البوتاسيوم يا مولسي؟ الممبرين بيحب البوتاسيوم يعني حاطط له تشانلز اكتر. حد فاكر ان ديت ايونز علشان تعدي محتاجة ايه؟ بروتين تشانل. فمين عنده بروتين تشانلز اكتر؟ البوتاسيوم عنده ليك تشانلز
أقتل بكتير. يعني إيه ليك تشانل؟ يعني قنوات التصلب. سيبك من قنوات التصلب دي، قنوات أنجيتد. قنوات إيه؟ ما إحنا اتفقنا أول ما تشوف تشانل لازم تصنفها انتجيتد ولا أنجيتد. لا إحنا أنجيتد. ده معنى أن الممدين بيحب البوتاسيوم أكتر من بيحبه، يعني عنده إيه؟ ليك أو أنجيتد تشانلز أكتر. يبقى المعلومة البسيطة بتقولي، المعلومة البسيطة بتقول أن هناك كهرباء موجبة بره الممبرين وكهرباء سالبة جوه الممبرين. السبب الرئيسي للحدوتة ديت إيه؟ السيلكتيف رميابيلتي، أن الممبرين يفضل خروج البوتاسيوم الموجب إلى الخارج أكثر من دخول الصوديوم الموجب إلى الداخل، فبقت الدنيا بره موجب وجوه سالب، والخروج أو الدخول بيحصل بالشانلز اسمها ليك أو أن جيت. خد بالك الدكتور عفة بتحب التشانلز قوي، فلما تيجي تقول لك مين اللي تشانلز اللي شغاله في الريستنج ميمبرين بوتنشال تقول لها ليك او ان جيتد تشانلز. وعلى فكره الميمبرين كمان حابس البروتينز جوه. حد فاكر الدونان ايفكت لما قلنا ان البروتينز جوه ومش عارفه تخرج؟ حد فاكر البروتينز عليها شحنه ايه؟ فده برضه بيخلي الدنيا جوه تبقى فحكاية السيلكتيف برميابيلتي ديت عاملة كهرباء سالب 86 ملي فولت. عاملة كهرباء دي، والكهرباء اللي احنا بنتكلم عليها كم؟ فاهم الراجل دوت قال لي حلو قوي كده زي الفل، انا مش فارق معايا السالب 4، سلام عليكم. ما هو فاضل سالب 4 العرب كده دايما. يعني ما اقول لك الكهرباء سالب 90 ودول منهم سالب 86، احمد هيقول لي خلاص شو مهم السالب 4. الجماعه الامريكان قالوا لا، عايزين نعرف السالب 4 جايين منين. يا عم مش مهم عندي انا، طب نتعشى الاول. قال لك لا، اعرف السالب 4 جايين منين. كانت الاجابه ان السالب 4 دول بيجوا من حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. حاجه اسمها ايه؟ صوديوم بامب. ايه الصوديوم بوتاسيوم بامب دي؟ هتبدا تمسك ثلاثه من الصوديوم اللي دخل تطلعهم بره، واتنين بوتاسيوم من اللي خرج ترجعهم تاني جوه. حد شايف هي طلعت كام شحنه موجبه ودخلت كام شحنه موجبه؟ فلما تلف كذا مره هتضيف شحنات موجبه الى الخارج او شحنات سالبه الى الداخل. سالب 4 ملي فولت. حد فاكر لما قلنا ان الصوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك؟ صوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك يعني ايه؟ يعني بتشارك في صناعه الكهرباء. فين الكهرباء اللي هي بتصانع بتشارك في صناعتها؟ السالب 4 ملي فولت بتوع مين؟ بتوع مين؟ مين اللي عايز طاقه؟ السبب الاول ولا السبب الثاني؟ هي دي الاكتف. فيجي للعيال الطرابيش في الامتحان سؤال يقول لهم ريستنج ميمبرين بوتنشال از كومبليتلي باسيف بلوس. في شويه اكتف. فيجي للعيال الطرابيش برضه يقول لهم ايه؟ ريستنج ميمبرين بوتنشال مينلي نيدز انرجي. هو مينلي بس؟ يبقى هو ولا كومبليتلي باسيف ولا مينلي اكتف. هو مينلي بس. الناس فاهمه الكلام؟ دكتوره انت فاهمه؟ دكتوره اللي جنب الحيطه فاهم اللي انا بقوله؟ وانا بشرح ايه؟ ايه؟ لا مش سامع. يعني ايه ريستنج ميمبرين بوتنشال؟ يعني ايه بقى ريستنج ميمبرين بوتنشال؟ ايوه 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 بدأنا نفتكر اهو. ها هوبا potential difference between inside and outside membrane at this. ما هو انت بينك وبين الوفوق وقوف شعره، حاول ما تقطعهاش. ايه هو الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ وللريستنج ميمبرين بوتنشال سببين، السبب الرئيسي اسمه اسمه ايه؟ والسبب الثاني؟ صوديوم بوتاسيوم
التاني سيلكتيف بيرميابيلتي معناها ان الممبرين يفضل يفضل ايه؟ البوتاسيوم افلكس. البوتاسيوم يعني خروج البوتاسيوم اكتر من كم مره؟ ودوت معناه ان احنا حاطين تشانلز اسمها اللي هي امبليد تشانلز للبوتاسيوم اكتر، وبعدين كمان حابسين جوه وعلى البروتينز شحنات. وبعدين كل دوت عمل قد ايه من الكهرباء؟ في حاجه تانية اسمها عامله قد ايه؟ حد عنده مشاكل في فهم حصل ازاي الريستنج من دي بتمشي؟ مين اللي قال ايه بالظبط اللي انت ما فهمتوش؟ يعني هي في الاول بتدخل بتشتغل عليك شانل، بعدين الاثنين مع بعض. انت طول الوقت لازم تبقى فاهم ان الخلايا بتاعتنا طول الوقت ده بيحصل، بس ده بيطلع اكتر وبعدين بتشغل البمب في نفس الوقت تقريبا، بيبقى ده بيدخل وده بيخرج والبمب شغال. النتيجه النهائيه ان الكهرباء جوه سالب وبره، والفرق كام؟ 90 ملي فولت. ده لو انت بتتكلم عن اعصابك تمام. انت اسمك ايه؟ اسمك انت ايه؟ عمر. فعمر قال لي نعم مينلي، بس يعني ايه مينلي؟ يعني اغلبه تمام. هل الريستنج ممبرين بوتنشال يحتاج الى طاقه ولا لا يحتاج الى طاقه؟ يحتاج ولا لا يحتاج؟ يحتاج الى طاقه بنسبه بسيطه، لان العمليه دي تحتاج، انما العمليه الاساسيه لا تحتاج. اذا هو مينلي بس تمام. فعمر قال لي طيب انا هعدي لك كل اللي انت قلته وهعمل نفسي فهمت. وبصراحه يعني انا حتى لو فهمت فانا مش مصدقك. ركز قوي قوي عشان اللي هقوله دلوقتي ده اصعب حاجه في النيرف كله ده بجد، وهتشوف حاجه. بس انا مش مصدقك، انت عمال تحكي لي في خرافات. انت عارف انا ليه بحب الاناتومي اكتر منك؟ غير انه ماده سهله اصلا، يقعد يقول لك البايسبس جاي من هنا رايح هنا وبتاع. انما بتوع الاناتومي اللي بيقولون يقوم مطلع لي العضله يقول لي اهي البايسبس اهي جايه من هنا رايح هنا، العصب بتاعها اهو، فبصدقه. انما انت عمال تحكي في خرافات وتقول ان الممبرين فيه بوتاسيوم بيخرج اكتر من الصوديوم اللي بيدخل. انا ما قداميش غير ان اقول لك ايه؟ ماشي، انا لا شفت ولا عارف. فالصراحه كنت واخد عمر من ايده قلت له لا ده انت تيجي معايا بقى عند عمك نرنست. عمنا مين؟ مين بقى يا ولاد عمنا نرنست ده؟ راجل من بتوع الفسيولوجي المخضرمين. فنرنست قال له عمر انت مش مصدق يا عمر، ركز كويس، ركز ما تسرحش، مش مصدق ان البوتاسيوم بيخرج اكتر ما الصوديوم بيدخل؟ قال له لا مش مصدق. قال له طب انت عارف ان في حاجه اسمها ايكوليبريم بوتنشال؟ قال له لا ما اعرفش. يعني ايه ايكوليبريم بوتنشال؟ قال له يعني كهربه التوازن. اسمع كويس قوي، كهربه ايه؟ قال له يعني ايه كهربه التوازن؟ قال له انت بتقيس الكهرباء بتلاقي ان بره موجب وجوه سالب صح؟ قال له هو البوتاسيوم المفروض يخرج ولا يدخل؟ ليه ما يدخل؟ هو مش البوتاسيوم ده موجب؟ وهو طالما موجب يبقى المفروض يتحرك من الموجب للسالب. انت اكيد مش عارف تفتي في ايه؟ البوتاسيوم واقع تحت تأثير قوتين. وفقا لفرق التركيز المفروض ان البوتاسيوم يخرج، ووفقا لفرق الكهرباء البوتاسيوم موجب فالمفروض البوتاسيوم. طب هو بقى يخرج ولا يدخل؟ وقال لك والله ناس تزقه كده وناس تزقه كده لغايه اما يوصل الى كهربه التوازن، يعني الاثنين قد بعض فيقف. تاني 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 تاني، كل ايون في الدنيا له شحنه، ووفقا لهذه الشحنه بيتحرك.
فهو المفروض وفقا للكونسنتريشن جريدينت يخش. وفقا للكونسنتريشن جريدينت ايه؟ بس هتلاقي الكهرباء بتقول له لا اخرج. او هو المفروض وفقا للكونسنتريشن جريدينت يخرج بس الكهرباء بتقول له ايه؟ لا ادخل. هيعمل ايه هو بقى يا يوسف؟ هيفضل ماشي مع الاقوى. هيفضل ماشي مع ايه؟ لغايه ما يحقق كهربة التوازن عشان يقف ويرتاح. طول انا مش فاهم قوي فهحاول ابسطها لك. كل الايونز في حالة حركة وعايزة تقعد ترتاح. هيقعدوا يرتاحوا امتى؟ لما يخلوا الكهرباء رقم معين. عند هذا الرقم يصبح القوة الكيميائية قد القوة الكهربية فالايون يقعد. فالايون ايه؟ هو مش بيقعد الصراحة، هو يبقى اللي داخل قد اللي خارج، بس مش مهم، اتخيل انه هيقعد. طب يا دكتور سيبك من الحكايه ديت، انت بتقول ان كل ايون عايز يحقق كهربه التوازن بتاعه، هنحسب كهربه التوازن ازاي؟ فلنا نستقال بمعادله بتقول موجب او سالب 61 في لوج الكونسنتريشن ان على الكونسنتريشن اوت. يا نهار اسود. تعالى بتيجي مسائل؟ لا لا ما تخافش. مش شايفين انتوا من جنب ده؟ ما مشكلة ان انا عايز ال اصور موجب او سالب باين كده شوية 61 في لوج الكونسنتريشن ان على الكونسنتريشن اب. بغض النظر عن ان الاستجابة المعادلة منين انا مش عايز اعرف، بس ان انا بيقول لو انت بتتعامل مع ايون موجب بتستخدم شحنه سالبه، ولو بتتعامل مع ايون سالب بتستخدم شحنه موجبه. وليه؟ انا برضه مش عايز اعرف. انا كل اللي عايز اعرفه يا سعد ان كهربه التوازن بتاعه البوتاسيوم سالب 94 وكهربه التوازن بتاعه الصوديوم موجب 61. لو انت ما فهمتش حاجه من اللي انا قلته فانا مش عايزك تفهم حاجه من اللي انا قلته، انا عايزك تفهم حاجه واحده بس. كل ايون اثناء حركته يسعى لجعل الكهرباء الرقم بتاعه. فالبوتاسيوم عايز الرقم يبقى كام؟ البوتاسيوم عايز الرقم يبقى كام؟ انما الصوديوم عايز الرقم يبقى كام؟ هو الريستنج ممبرين بوتنشال الحقيقي كام؟ مين اللي بيتحرك وقرب يحقق هدفه؟ يبقى مين فعليا بيتحرك اكتر؟ الصوديوم مش عارف يتحرك. عرفت منين يا سعد ان الصوديوم مش عارف يتحرك؟ يا دكتور لو كان الصوديوم بيعرف يتحرك كان خلى الدنيا جوه قريبه من الموجب 61. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ هقول لك تاني علشان انا عارف انها صعبه. كل ايون دائما في حالة حركة وفقا لقوتين، قوة فرق التركيز وقوة فرق الكهرباء، وامله انه يخلي كهربة الممبرين رقم معين. كل ايون له رقم معين يسعى لتحقيقه. بنحسبه ازاي؟ مش مهم. موجب او سالب 61 في لوج الكونسنتريشن ان على الكونسنتريشن اوت. مش عايز اعرف كلام ده. انا لا عايز اعرفه ان البوتاسيوم هدفه سالب 94، الصوديوم بقى هدفه كام؟ موجب 61. طب الكهرباء اللي موجودة فعلا كام؟ يبقى مين اللي عارف يقرب من هدفه؟ البوتاسيوم. فمهند هيقول لي الله، طب وانت ليه بتقول ان البوتاسيوم هدفه سالب 94 واحنا ما عرفناش نحققه؟ هقول لك عشان الصوديوم هو كمان بيدخل. انا ما قلتش يا يوسف ان الصوديوم ما بيدخلش، انا قلت ان الصوديوم بيحاول يدخل بس كميته فهو شغال ضدك. يبقى لماذا لم ينجح البوتاسيوم في تحقيق اهدافه؟ لانه ليس وحيدا، وانما هناك ايونات اخرى. وانما هناك ايه؟ يبقى تاني اخر مره علشان خاطر الحته الصعبه، ولو دي صعبه عليك قوي اركنها دلوقتي. عرفتوا منين يا دكاتره ان البوتاسيوم فعلا بيعرف يتحرك والصوديوم ما بيعرفش يتحرك؟ يعني في سيلكتيف برميابيلتي. تقول لي ده مش كلامنا، ده كلام عمنا نيرد. شفت يا عمر انت عملت فينا ايه؟ ما كنت اقتنعت وخلاص يا جدع.
همنا لنا الاستقال ان كل ايون يسعى لجعل الكهرباء رقم يخصه اسمه ايه الرقم؟ اكوليبريم بوتنشال. اسمه ايه؟ يعني كهربة التوازن اللي عندها حركته تقف. رقم البوتاسيوم كام؟ سالب 94. رقم الصوديوم كام؟ موجب 61. طب ليه حضرتك البوتاسيوم معرفش يحقق هدفه؟ مش لوحده. البوتاسيوم اكتر واحد بيتحرك، ولكن في ناس تانية بتتحرك ضده. فقام عمك جولد مان قال طيب، طيب ايه يا عم جولد مان؟ قال انا هعمل معادلة شبه معادلة نيرنست، بس هاخد في اعتباري ان البوتاسيوم مش لوحده، في كمان صوديوم وكلورايد وكالسيوم، بس احنا ما كتبناش الكالسيوم. وهاخد في اعتباري ان التركيز مش هو العامل الوحيد، وانما البرميابيليتي بتفرق، وهحسب لكم الكهرباء المطلوبه او الناتجه، وهتطلع الكهرباء سالب 86 ملي فولت. هتطلع الكهرباء ايه؟ تاني نيرنست لما اشتغل على كل ايون لوحده، قال لو البوتاسيوم لوحده موجود فالبوتاسيوم هدفه انه يخلي الكهرباء كام؟ سالب 4. صوديوم لو لوحده هيخلي الكهرباء كام؟ موجب 61. كلورايد لو لوحده ليه رقم، والكالسيوم لو لوحده ليه رقم. ده كلام عمنا نيرنست اللي احنا اتاكدنا منه ان مين اللي بيعرف يتحرك اكتر؟ البوتاسيوم اكتر من كده. أم عمك جولدمان خد الجملة دي وقال البوتاسيوم ليس وحيدا، فأنا هاخد كل الأيونات مع بعض، وعمل معادلة طويلة قوي ما انصحكش تحاول تحفظها. في المعادلة ديت حط الصوديوم مع الكلورايد مع البوتاسيوم، وحط فكرة الكونسنتريشن وفكرة البرميابيليتي، وقال يبقى الكهرباء اللي هتطلع من حركة الأيونات سالب 86 ملي فولت. برافو يا عم جولدمان، برافو ليه؟ هي الكهرباء الناتجه من السيلكتيف برميابيليتي كام؟ سالب 86. يبقى كلام جولدمان صح ولا غلط؟ صح. امال السالب 4 اللي فاضلين جايين منين؟ حد فاهم حاجه؟ تعالى بقى لما نجيب الحدوتة من أولها، بس عايزك تاخد نفس عميق. لا لا لا، سؤال إيه؟ خلاص خلاص، اتغدانا أصلا بعد الحصة. بس جولدمان لا لسه. جولدمان؟ شو عم جولدمان؟ عارف نيرنست؟ وكفى والله. والله أنت لو طالع من القاعة عارف نيرنست، ده إنجاز عظيم والله والله، مش عشانك، ده فعلاً إنجاز يا جماعة. ده مش هشوف حاجة صعبة تاني زي. يعني ده لو فهمت الفكره البسيطه بتاعت نيرنست جولدمان، اوعدك ان على الاقل لغايه اخر النيرف واحتمال اخر الموديول ما تقابلش حاجه صعبه تاني. لو ده بالنسبه لك مش صعب قوي يعني. نعم يا مهند. يا فانت علشان تحقق هدفك بتتحرك. يعني انت مش بتحقق هدفك وانت نايم في بيتك، انت بتحقق هدفك وفقا للحركه بتاعتك. يعني تقعد تطلع 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 لغايه اما تخلي الكهرباء سالب 94، ساعتها تقعد. ايوه بالظبط، عشان يحقق الهدف بتاعه. الصوديوم مش عارف يدخل، الصوديوم كان عايز يخلي الدنيا جوه. اسمع، عشان مهند بيطرح سؤال المفروض تفكر فيه. تعال نتخيل العكس، ان الممبرين كان بيحب الصوديوم اكتر من البوتاسيوم، كانت الدنيا هتبقى جوه. حد فاهم حاجه؟ لان ساعتها كان هيبقى الصوديوم هو اللي عمال يخش عشان يوصل للكهرباء اللي هيقف عندها، والكهرباء ديت هتبقى قريبه من الرقم كام؟ موجب 61. تمام؟ بما ان احنا لقينا الكهرباء سالب 90، يبقى الصوديوم ما عرفش يدخل كويس. اللي عرف يخرج هو البوتاسيوم. اهي يا دكتور. طب حلو،
الريستنج ممبرين بوتيج. نفس عميق. انت هتقول البولد كلها جالسا او واقفا بقرارك انت. الريستنج ممبرين بوتيج هو اسمع كمان مره معلش. دايما الدنيا جوه ولو احنا اعصاب كبيره او سكيلتال ماسل ولو احنا اعصاب متوسطه ولو احنا خلايا تانيه. طب وايه اسباب ان في كهرباء اصلا؟ ايه اسباب الريستنج ممبرين بوتنشال؟ الواحد اللي عامل قد ايه؟ السبب التاني اللي عامله قد ايه؟ طب وحضرتك السيلكت برميابيلتي يعني ايه؟ تقول لي يعني الممبرين يفضل؟ لا كمل الكلمه. ها بوتاسيوم ايه؟ افلوكس. بوتاسيوم ايه؟ اكتر من يفضل اكتر من كم مره؟ وبعدين في كمان حاجه محبوسه جوه اسمها وعليها شحنه. اللي اكد على فكره السيلكتيف برميابيلتي هو عمنا اللي قال ان كل ايون يسعى لتحقيق حاجه اسمها ايه؟ الايكوليبريم بوتنشال. ده هو رقم كهربي عنده تتعادل حركه الايون، يعني يصبح حركته في الاتجاهين زي بعض بيننا وبين بعض، يعني الايون هيقعد خلاص. انا مرتاح كده. الرقم الكهربي دوت لو انت شاطر هتحفظ معادلته. معادلته بتقول تاني لوج الكونسنتريشن ان على الكونسنتريشن اوت بحساب الايكوليبريم بوتنشال للبوتاسيوم كان بحساب الايكوليبريم بوتنشال للصوديوم كان. وده فهمنا ان اللي فعلا بيعرف يتحرك وقرب من تحقيق هدفه هو، بينما الصوديوم حركته ضعيفه جدا لانه مش عارف يقرب من تحقيق اهدافه. خد الكلام ده عمنا بس جولد مان خد في اعتباره ان البوتاسيوم او الصوديوم او الكلورايد مفيش في واحد فيهم لوحده، فعمل معادله فيها الثلاثه. مين الثلاثه؟ مين الثلاثة؟ لا بوتاسيوم صوديوم كلورايد. ها بوتاسيوم صوديوم كلورايد. مين الثلاثة؟ بوتاسيوم صوديوم كلورايد. وبعدين حط في اعتباره كمان ان الكونسنتريشن مهم، لكن كمان البرميابيلتي بتاعه كل ايون مهمه. يبقى جولد مان خد في اعتباره حاجتين، ان كل الايونز مع بعض وان الكونسنتريشن والبرميابيلتي كلاهما مهم. حسب الكهرباء الناتجة من حركة الأيونات طلعت ده فعلا الرقم الناتج من أصل فاضل سالب أربعة طالعين من ليه؟ لما الناس دي قالت الصوديوم صوديوم بوتاسيوم كلورايد قلت لهم لا. هو بقى بينا وبين بعض في آخر الفيلم، مين المسؤول الرئيسي عن هذه الكهرباء؟ البوتاسيوم طبعا. تمام؟ اوعى تقول اي حد قبل البوتاسيوم، اوعى تقول الصوديوم. ليه؟ الصوديوم بيشارك بس بنسبه ضعيفه. اللي عامل الكهرباء مينلي هو البوتاسيوم. وعلشان كده لازم تبقى فاهم ان اي تغير في تركيزات البوتاسيوم مرعب. احنا في الطب لما بنيجي على العيانين ونقسلهم الصوديوم والبوتاسيوم تلاقي ان الصوديوم مثلا يتغير ايه 5 ملي ايكويفالنت 10 ملي ايكويفالنت اللي هي وحده القياس، ما نخافش. البوتاسيوم لو اتغير 1 ملي ايكويفالنت نتعب، العيان ممكن يموت. من 1 ملي ايكويفالنت طبعا، لان ال 1 ملي ايكويفالنت هيغير الكهرباء، ولو الكهرباء اتغيرت في حاجه زي القلب بيتزعش يموت الشخص. حد فاهم اللي انا بقوله؟ اي تغير في البوتاسيوم هو شيء مرعب. ليه شيء مرعب؟ لان البوتاسيوم هو المسؤول الرئيسي عن الريستنج ممبرين بوتنشال. هو المسؤول الرئيسي عن ايه؟ الريستنج ممبرين بوتنشال. لو حضرتك كنت خارج النهارده فانت خارج بمعلومه واحده، ان احنا عندنا كهرباء موجودة على الممبرين جوه الدنيا سالبة وبره الدنيا وبس كده. فهتروح تعمل ايه؟ ديسكس. بس حلو قوي كده. عامله زي ما هي. ديسكس.
هما يا اخي كلمة ديسكاس دي بس انت هتجيب من الاول بقى يوم الخميس من غير الواجب مش هندخلها اصلا ديسكاس واحد ستند ديوريشن كيل دكتورة ممكن تقعدي عبال ما نقول الواجب طبعا عندي سكشن معين نص ساعة وصلنا عشان خاطر الميعاد اتغير طب ممكن اقول بس ساعة واحد سنس ديوريشن كيرف اتنين لسه ما بيمكنش يلا سنس ديوريشن كيرف اوف ذا ستيمولس اللي هو الكيرف بالديفينيشنز السؤال التاني الريستنج من برين بوتنشال من اوله لاخره من اوله لاخره لا يا اخويا من ورا امشوا ولا حد اسئله يجيلي بقى قول يا اخويا أول الأكشن بوتنشال المرة الجاية وبعدين نتكلم تاني عشان تعرف هي لازم تبقى أكشن عشان تحصل استجابة أصلا فاهم؟ أكتب سؤالك بعد الأكشن